الاهلي ميكيلي، كنت بسالك عن اول لحظات تعارف مع حراس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وكمان الصاعد مصطفى شوبير. يعني في الجلسه الاولى في التعارف كان ابرز الكلمات اللي اتقالت من ميكيلي لحراسه في الوقت ده كانت ايه؟ بكل بساطه انا بهتم بكل الحراس بك عام، وشفت ان شريف لعب في هولندا وقريب من بلجيكا وبيتكلم انجليزي كويس قوي وصوبير كمان. فاتكلمت معاهم وقلت لهم احنا كحراس، انتوا كحراس احنا هنبقى اسره مع بعض، وقدمت نفسي ليهم وقلت انا جيت هنا عشان احط التاتش بتاعي الاوروبي على العمل هنا في مصر، وبحترم زمايلي اللي اشتغلوا قبل كده في مصر، لكن في كره القدم لازم كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه عن زميله، ده طبيعي الاختلاف لازم يبقى، النتيجه هي اللي بتحدد مين شغل اكتر. حاولت اعمل شغلي قبل كده كويس، وبحاول اعمله كويس معاكم واطرح افكاري لحارس المرمى المودرن الحديث العصري، ده اللي شرحته شويه في الاول خالص اول ما قعدت معاهم. قلت لهم في اداء لعب دلوقتي الاسلوب اتغير شويه في حارس المرمى، وحاول دايما مع حراسي بقول لهم خبراتي عشان يحسنوا مستواهم، عشان انا عندي هنا في النادي الاهلي لعيبه كويسين وعندهم بروفايل عالي كحراس مرمى، وعندي حظي انا مش عندي حراس كويسين، عندي حراس كويسين جدا معايا بيشتغلوا معايا في الاهلي، وانا عندي قماشه كويسه ممكن ابتدي اشتغل عليها. واعتقد ان الكل هيبقى فائز في الاخر، كله هيبقى منتصر. وده كان بالنسبه لي سهل، ده اللي قلته، ما كانش صعب ان اقدم نفسي واتكلم معاهم اول مره. الاشخاص هنا كانوا حراس، كلهم اشخاص رائعين متعلمين كويسين ومحترفين، وده حاجه مهمه جدا في الشغل، وبعد كده الباقي هيبقى سهل بقى. تابعت كاس العالم اللي فات اللي كان في روسيا، خاصة ان مصر طبعا كانت مشاركة في كاس العالم، كان حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، وفي المباريات خد مان اوف ذا ماتش قدام اورجواي، كان اخذ رجل المباراة فعلا. رجل المباراة قدام اورجواي. الشناوي بالنسبة لي انا بفي تقدير كبير من ناحيتي ليه، عشان ده حارس كبير جدا وحارس كويس جدا. كل اللي شفته هنا من وقت ما جيت شفته اداؤه في ماتشات الدوري، ما استغربتش بعد كده انه خدوه افضل لاعب رجل مباراه في ماتش اورجواي، لان ده طبيعي. الشناوي عنده بروفايل ممكن يلعب في نادي كبير في اوروبا. شريف اكرامي في الموضوع، وعلي لطفي ومصطفى شوبير برضو كويسين جدا، كلهم البروفايل عالي، لعيبه كبار. يعني شريف اكرامي لاعب كويس، لاعب في هولندا، لاعب في هولندا لانه حارس كويس، وعنده حتى جسمه بصماته الجسديه طويل، البدنيه طويل، وهنا في هولندا بيحب الحراس الطوال، وبرضه الشناوي جسمه طويل، وتقريبا الشناوي اقدر اقول ان هو مكتمل بشكل كبير. واعتقد في مصر في فرصه كويسه وافضليه ان في حراس زي بلجيكا، حراس كويسين متميزين، لان بالنسبه للمنتخب الوطني مهم يبقى عندك حارس كويس. وهو بيتفرج وهو بيتكلم دلوقتي عن الحراس كمان اللي موجودين في مصر كلها، وهو بيتابع الدوري المصري، مين يعني ابرز الحراس اللي لفت نظر ميكيل؟ في كذا واحد لفت نظري من انديه ثانيه. الحارس اللي بيقرب شويه من محمد الشناوي حارس الزمالك لوكال ابو جبل اللاعب النهائي قدامنا، اللاعب السوبر الاخير قدامنا ابو جبل، قريب يعني ممكن يوصل للشناوي، قريب من الشناوي. من الحراس شفتهم، ما شفت ماتش لكل واحد مش اكتر، كان المبدا ان هو اكتر واحد شفته بيلعب كان ابو جبل، فده تحكم عليه اكتر. الباقيين تابعتهم بس مش بشكل كبير، وانا من النوع اللي بحب
بحبش احكم على حارس من ماتش واحد، بحب اخد اكتر ماتش يبقى عندي صوره كامله. ما يقدرش نحدد مستوى حارس من ماتش واحد شفته، لازم اشوفه اكتر من مره، لازم اشوفه اكتر من مره. وانا مستني الدور الثاني عشان اقدر احكم حكم اكبر، عشان يبقى عندي راي يعني كامل مكتمل او فكره عامه ايجابيه عن كل الحراس. لكن في الوقت الحالي هم دول دور الحراس اللي في مصر اللي هم ظاهرين، اللي هم الاثنين الحراس اللي هم يعني اكتر اثنين ظاهرين في مصر يعني. مش النادي بتاعنا ده النادي الاهلي وحارس ابو جبل من زمان. واحنا بس احنا لازم نعترف ان في النادي بتاعنا عندنا افضل حراس. طب بس للاسف ما نقدرش نلاعب غير واحد بس. خلي بالك احنا النادي الاهلي مش الفتره دي، النادي الاهلي على مدار تاريخه اكتر حاجه بتميزه دايما حراس المرمى، وكمان يعني المدربين الحراس المرمى اللي تولوا خلال السنين اللي فاتت شعوره ايه وهو يعني اول مدرب اجنبي في تاريخ النادي الاهلي يتولى مدرب حراس المرمى. ديجا سيت ان كلوب دي تراديسيون سي سي جي دي توت الور سي سكي سا في كنت سوا لو بروميير اترانجي. طبعا فخر بالنسبه لي، فخر كبير ان هم اختاروني انا اكون اول مدرب اجنبي امارة الحراس. وطبعا ده تحدي بالنادي خده برضه عقد على نفسه ان يجيبوا مدرب من بره اجنبي ما يعرفوش الامور هتبقى شكلها ايه، يعني هم قابلوا التحدي. وانا كده اقدر اقول لك انا سعيد النادي يعني حط ثقته فيا واختارني، وان الجهاز يعني اقتنعوا بيا واختاروني، وده بيدي سعاده وفخر في نفس الوقت. النادي الاهلي السنه دي ما شاء الله بيحقق ارقام قياسيه في الدوري الممتاز، 17 مباراه 16 مباراه فوز وتعادل في مباراه واحده، بيسجل النادي الاهلي 46 هدف، ويتلقى محمد الشناوي برقم قياسي 4 اهداف. شايف الارقام دي خاصه ان احنا بنتكلم دلوقتي عن محمد الشناوي بيسجل ارقام يعني ممتازه، 4 اهداف في 17 مباراه ده رقم قياسي ممتاز يعني. Pour un gardien quand on monte sur le terrain, je pars de principe. بص كده على الملعب بشكل عام بتكلم بمبدا ان في دايما ال حارس المرمى والمهاجم. المهاجم عايز يجيب اجوان، عايز يسجل، وحارس المرمى هدفه ما يخشش فيه اهداف. اول حاجه يفكر فيها حارس المرمى اول ان ما يخشش فيها اهداف. لو بنتكلم المبدا ده بحاول اخلي لعيبتي تبقى مركزه باكبر شكل ممكن، وده مش سهل خصوصا الماتش اثناء المباراه بقى سهل مركز تماما. حتى لو كسبان 4-0 بقول لحارس بتوعي مثلا زي الشناوي وفي الماتش اقول له خليك مركز، مش احنا كسبانين 4 انك لازم يدخل فيك جول، خليك برضو مركز تماما وادائك يبقى احسن حاجه لغايه الاخر، لغايه اخر دقيقه في المباراه. لا انا عايز بس بدون قطع كلامه، كان في مباراه اسوان النادي الاهلي كسبان 5 ومحمد الشناوي بيدخل فيه هدف، محمد الشناوي زعلان ومتضايق. انا بحب دايما طريقه التفكير دي، لان المفروض ما نبقاش مبسوطين حتى لو كسبين 5 نخش فينا جول، مش ممكن نبقى مبسوطين لو دخل فينا جول. لازم نمشي بمبدا ان لا ده كان في يعني كان عندي اداه كان ممكن اعمل حاجه، ممكن اسلوب كان ممكن انقذ بيه الجول ده، لازم اراجع نفسي دايما كحارس. لان كل يوم بننزل الملعب لازم نحسن مستوانا ونتقدم، ولازم يبقى عندها الشخصيه دي، المفروض ما نبقاش سلبيين. يعني مش بحبش ان الحراس يبقوا سلبيين، حاجه لازم تيجي بشكل ايجابي. يعني ابص لو دخل فيها جون ابص من ناحيه ايجابيه، ليه دخل فيها جون واحاول احسن، المفروض احسن نفسي في انهي جوانب عشان يبقى شكلي افضل. لما نبدا في كل حاجه في مهنتي او في مهنة كل واحد بيعرف يحس ان هو وصل للكمال وعارف كل حاجه في مهنتك، عمرك ما هيتقدم كده، عمرك ما هيتقدم. لما الرياضي يقول انا خلاص انا عارف انا فهمت كل حاجه، يبقى مش فاهم اي حاجه. دايما نسال نفسنا اسئله واسئله كبيره، وكل مره نسال نفسنا نيجي نقف عند سؤال وتبقى متواضع وهادي وتقبل تقبل الملحوظات، لان الملحوظات بتقدم وتحسن الانسان بشكل عام وحاسس المرمى بشكل خاص. انا بحب شخصيه الشناوي لما ده بيخش فيه جوان ودخل فيه اصوات كان متضايق، لانه كان عنده رغبه ما يخش فيه جوان حتى وكسبان 5،
وده بتدي رغبه للناس كلها ان كل واحد يحسن من نفسه ويبقى افضل. واحنا النهارده بنتكلم مع ميكيلي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي وهو بيشير